السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي، نوليو فيديو جديد على راح نديرو على تي جي رفيق اللي بقى له فيراج ويعدي. سمعت راه نوصل لك ميساج يا تي جي رفيق، انت نزيد عليك نشري بطاطو دنا للرسول صلى الله عليه وسلم على جلد اوبرا. طلع في لايف هو واحد، والله يا خوتي تشوف واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويدعى كي شغل وانا نحب الله ونحب الآخر، هذا بقيرو فيراج والسلام عليكم. قشي هذا قيرو فيراج ويعدي، هذا ونزيد عليه شوية صرف نشري باكريم نشري واحد طون بقيروش بيعدي. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. تفرجوا خويا الفيديو ما تنساش دير جيم كومنتار وتخلي لي اشتراك باش يصل كل ما هو جديد، وما تقولوليش بلي هاك ظلمتيه، انا ما نظلمش الناس حقيقة انا هضرها. شوف واش قال على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دي جي خرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كيطع عليه الواحد جاء اوبيرا قال له اقرا. والمكرف اللي قاعد يضحك هذاك فري او رونديلا، بعد هذاك فري رونديلا يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم كي هضر هذا الطحان هذا دي جي رفيق موش راجل. قال له كي ينزل الوحي يجي اوبيرا يقول له اقرا يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ولحقنا يا دي جي رفيق، رمضان وبقاو زوج أيام العيد، ربي يجيبها لك في صحتك إن شاء الله. اللي بقات هذيك الطرف هذاك اللي بقى ربي يجيبها لك، دنيتي للرسول صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كملوا خوتي الفيديو وما تنساش دير جيم باش يلحق السلطات. خوتي ركزوا لي على اللي يضحك، يتسمى قاعد يشجع فيه بالضحك هذه تاع ولا واش؟ أعطيو لنا الرأي تاعكم في التعليقات. وبلا طيح الهضره خوتي. الله يهديك خويا، الله يهديك قشيحه، الله يهديني والله يهديك قشيحه. سمعتوا تا واحد يسمح في المصارنه تاعو، تا واحد بي دي اوفيسيال، الضحك تا واحد بي دي بعد يضحك يسجع فيه باش كي شغل اني معاك دي جي رفيق كي قلتي الهضره هذه. شتو خوتي المكرف ونعدنا في اخر ايام رمضان، الضحكه تاعو تاع انوثي ذكوري. هذو هما الانوثي ذكوري، شتي الضحكه كيفاه تجي؟ تجي مسريره. هذو الحاشا خوتي لي بي دي. كملوا خوتي الفيديو. احبط قود، ما عجبكش احبط قود. ما عجبتكش هدرتي احبط صابوني وقود. خالد ماهيش نقول لك لا شمش كبير هادشي باين. هاني فات لك معاي ما عجبكش بلع بلع على وهراني. ما عجبكش اللايف اهبطني هكا خالد. ابنك راك حلاح خوتي. هذا اللي مدير كاسكيطه خرج له كاشا كاش، ذلوا رخص هو كبير قالهم له بكل مي طحان هذاك خوتي العزاز اللي يطلع معاهم يضحك حاشا خوتي كي الهجول كي الهجول هذيك وبقات عندها الاولاد فهمت وتحوس على راجل هكاك بعد. المهم خوتي نزيدوا نكملوا الفيديو واحد اخر، تفرج معايا الفيديو. لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستهزوا به، وانت في الليله تاع 27 عاهل كيما هذا يستهزا بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس راهي تصفق له. هذه الطبله قاعده تقول له ها 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 ها. خوتي انا كي نقول لكم باللي هذا السيد هذا اللي قاعد يضحك انا ما نعرفه ما والو، بس حسب الرفيه نتاعو والضحكه نتاعو تدل على انه يسمح في المصرانه تاعو. صح يسلمك عادي جدا نورمال، بعد خاطر ماكش كي يدنا للرسول نتحول ما نعرفش نهضر انا. فهمتوا خوتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللي راه يشفع فيك غدوه عند ربي، كيش ما يغفر له ربي نورمال ما يروح يصلي. نكملوا خوتي الفيديو وما تنساش دير جيم. وهذاك اللي قال له الله يهديك قال له والله الله يهديني. الرسول اللي كي يقعد يبكي على الامه تاعو، امتي عاهر الأمة تاعو راه يتصفق العاهر كيما هذا، راه يتأبوني عاهر كيما هذا، ويدور في الجزائر ويهدر باسم الجزائر وماكش اللي يهدر معاه، هذا خصو يدخل للحبس بوحدة طويلة. يا ودي مش طويلة برك، هذا نورمالمون يلوعوا عليه الحوتات هذو ما بقالوش فيراج والسلام عليكم. هذا كي يهبط البلاد لازم السلطات المعنية بالأمر، يا السلطات هذا راه ودنا للرسول حبيب الله، هذا ودنا للرسول اللي راح يشفع فينا غدوة عند ربي. عباك واش قال اخوتي؟ قال لهم كي ينزل الوحي على الرسول يقول اوبيرا اقرا اوبيرا اقرا يا رسول الله، ثم ما بقاتش هنا تحبس. ربي يسرنا لا يخسف بينا ربي الارض، قادر تبلعنا ولا ما عرفوش راه يسرنا بعد. لا حول ولا قوة الا بالله، ربي يسترنا وصاي، اللهم اني صايم يا ربي. نزيدوا نكملوا الفيديو. هذا وين سب الولايات وسب كاع الشعب،
كيما درتو له والو راه يزيد يهضر على الدين. خطا الثانيه قال لكم الجزائر كي جينا ندخل الدين الاسلامي ضروك على الرسول صلى الله عليه وسلم، على جال الرسول خط احمر الدونه لا بديتو تدونه، هذا خصو يدخل للحبس، هذا خصو يتحاسب، هذا وين يهضر باسم الجزائر. هذا الناس اللي كيما هادو يحاسبونا حنايا باللي كاع كيما هما. شفتوا خوتي، هي نورما مو في الحقيقه، في الحقيقه نورما مو السلطات الدخل نار كي يدخل الجزائر يزربوا به البوهدمه، يجي واحد ناتن كيما هذا ما يدوش فيه القرش يهبل، يسب الرسول ويهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو احسن الخلق في العالم. كملوا الفيديو. هذا يجي يقول لك عندنا وقفه جزائريه ومنه يهضر باسم الجزائر ويهبط للجزائر ويدور حر طالع، وبالعكس يبدا يقول لك انا يا عندي صاحبي في الديار زوين عيطوني، عيطوني من المحكمه ويقول لكم انا وانا ويهضر باسم الجزائر ويقول لكم انا شكون وما هضرتوش معاه وضروك الحقنا. وين يهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم، على جال الرسول قسما بالله العلي العظيم ما رانا ساكتينها، وانتايا انت هو انت هو الا ما فقتوش دروك ماكش راحين تفيقوا. وهذه لا فيديو اللي ما يبارطاجيهاش ربي وكيلو كاع كيما رانا، هذا وين يهبط للحبس. اقسم بالله العلي العظيم باذن الرب الكريم الا رانا في رمضان هذا يتحاسب عليها، ونقسم لك بالله غير هبط للحبس باذن الله تعالى. لازم عليه يزور شويه بوهدمه، عنده مده عنده حياته كومبلي ما صارش بوهدمه، يروح يزور بوهدمه بربي ان شاء الله، يروح يروح باذن الله. كاين ناس بالك ما داروا والو ادوهم الحبس، كاين ناس غلطت غلطه صغيره ادوهم الحبس، كي ولات بالرسول صلى الله عليه وسلم نقسم لك بالله باذن الله تعالى تدخل الحبس انت وهو. خوتنا هذه لا فيديو، هذه لا فيديو ديروا لا نديروا او نديروا ضجه على هذا الانسان باش يدوه للحبس، خصكم اوبليجي هذا تدوه للحبس، تحقوا معاه تدوه للحبس باذن الله تعالى انت هو. ونبغيكم كاع في لي كومونتير كاع تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربي يهديك انت يا قشيحه، نقسم لك بالله الالي العظيم غير انت تعذبت في الدنيا قبل ما تموت باذن الله تعالى. وصلنا وين الرسول وانت وهو تصبوا له عادي، لعنكم الله الى يوم الدين، ما يشرفنيش الانتماء لكم، سمونا كيما تبغوا، ما يشرفنيش الانتماء لكم. هذه عنده الحق نورمال عادي جدا، هذا لازم نديروا له هاشتاغ يبعثوه يروح ليزور بوهدمه، الحق وين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي راح يشفي فينا غدوة عند ربي سبحانه، كي نموت وراح يشفي فينا عند ربي سبحانه، يجي هذا يدنا ليه بكل بساطة عادي جدا. فهمتوا خوتي؟ المهم وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش دير جيم كومنتير وتخلي الاشتراك باش يوصلكم ما هو جديد، وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سلام.